في احتمال اخر شيء بضوء هلا هال يعني هالتناقض بالمواقف، انه اذا بدنا نفترض انه رح يتفقوا رح يكون في اسم او اثنين او ثلاثه رح يقولوا كلهم انه هون نحن بنوافق عليهم، ساعتها كيف بيتصرف الثنائي؟ شوف، هون ما هو السؤال. سبق لتجربة بهذا الإطار. طيب، ما الوزير الفرنجي هو أحد الأربعة اللي كانوا مطروحين من قبل كيركي، مش هيك؟ عندما أصبحت التسميات السابقة. طيب، نوعا وهذا ما، لا كان موجود من ضمن الأربعة يعني بهذيك بس المرحلة. كان المقصود فيها وقتها الأربعة مختصرين ب معروفة، يعني ماشي، بصرف انه النظر، فرنجي كان معتبر معهم، يعني نفس ال ايه ما عرفت، ما عم بقول، ما انا مش عم بقول لا، يعني انا عم بقول كاسماء اشخاص، بس اكيد كانت بكركي عم تحكي عن توجهات سياسيه، مش عم تحكي بس عن اشخاص. الان بحسب كل المعلومات انه المطران ابو نجم رايح جاي رايح جاي، نعم. طالع معه شي 12 13 اسم من يعني اللي عم يقترحوا. إذا العملية عند المسيحيين مش محصورة بس بين الوزير جبران باسيل، رغم أنه يعني تقريبا حسم أمره وليس في هذه القائمة، والقضية مش مطروحة بس بين فرنجية وجوزيف عون وجهاد أزعور وزياد بارود وإلى آخره. يمكن حدا هلا عم يطرح شو اسمه حبيب الزعبي، واحد بيطرح يعني في كثير أسماء، حبيب الزعبي الاقتصادي المعروف، يعني سمعت حدا طارحه، سمعت فلان مش عارف شو. طيب هلا إذا توسع المروحة الآن، يعني عمليا أنت عم تقول ما في إمكانية للاتفاق. شوف، حتى عملية كل اتفاق، مع احترامي لحزب الله وللرئيس بري واحترامي لكل المكونات في لبنان، هذا كله خلاف الديمقراطية، لكن هذا كله جزء من الانقسام السياسي اللي بدنا نتقبله، لأنه بالأصل يجب أن لا تكون المصادرات الاستباقية هي عنوان لأي عملية ديمقراطية. ولا عمليا انت لشو مجلس نواب وانتخابات والى اخره، لما بنرجع بندور على كل، يعني الشيعة مش لازم يقبلوا غير الرئيس بري، والسنة مش لازم يقبلوا غير الرئيس الحريري، والدروز مش لازم يقبلوا غير الوزير جملاط، وهكذا. يعني عمليا انت عم تصادر حتى قرار الطوائف باشخاص. بس هي صحيح، استاذ فيصل اللي نظام خالق الاشكاليه، طائفي. اسمح لي هون، اللي خالق اشكاليه عند الراي العام المسيحي هو انه لما ينحكى برئيس المجلس انه الرئيس بري ولا احد يناقش، شو حتى شو لو صوتوا ضد. انا ما حكيت، حكيت لما توصل على لأعترض. دور المسيحيين بيصير انه لا، هيدي غير موضوع، وكل الناس بيصير لها حق تعطي رايها، وكل الناس شوف، بدها. لانه هناك اللعبه شوي مختلفه. ليش مختلفه؟ يعني بمعنى انت بمجلس النواب الحالي وكل المجالس السابقه عمليا لم ياتي هذا النظام الانتخابي بحدا من الشيعة خارج الجماعتين، لأن حزب الله وحركة أمل، مش هيك؟ طيب، وعمليا حزب الله وحركة أمل تماهيا في التحالف إلى حد كأنك أمام جسم واحد، لكن بعض الأحيان يتميز أنه بصير على العين الشمال عندها قدرة تشوف أكثر من العين اليمين، لكن عمليا العينين بنفس الرأس. هاي اللي صار. طيب أنت كيف بدك تيجي تقول لهم بدي أجيب شيعة؟ ما عندكش نائب. ما هو الرئيس مجلس النواب يجب ان ينتخب من 27 نائب الموجودين، اذا ما عندك نائب بال 27 شو بتعمل؟ طرحت ايام، يعني مره حدا لوح مثلا بعقاب صقر سابقا، مش هيك؟ اوكي، بس ال 27 في امكانيه انه حزب او اثنين يقدروا يستحوذوا على كل النواب، بس ال 64 مش ممكن انه حدا يجي ياخذهم، يعني حزب ما او هي اثنين او ثلاثه، ما بس هي المعادله، بتتاخذ نسبيا، لانه اخر شيء اليوم الوزير الفرنجيه لا المعادله يتخطى عدد النواب الذين معقول قد انا يؤيدونه العشره بالعدد. المعادلة عند رئيس مجلس النواب المعادلة أسهل، نعم، لكنها أصعب على الآخرين. صح، أسهل بالنسبة له أصعب على الآخرين، وأصعب على الآخرين، لأنه عم تحكي بال27. أما تسمية رئيس الحكومة بتاخد ال64 المعيار، تسمية انتخاب رئيس الجمهورية بدك تاخد ال64 كمسيحي المعيار. أما عند الشيعة لا، القصة أسهل، 27 نائب، حكما أنت بدك تجيب نائب رئيس مجلس النواب. اما رئيس الحكومه فيك تجيبه من برا، رئيس الجمهوريه فيك تجيبه من برا، عشان هيك الشيعه ورائتهم اقوى، وهذا لازم يعني يكون يعني منطقي، هذا ما انه عنصر استقواء بالقوه، هذا عنصر استقواء بالقانون. يعني انت ما عندك طريقه تانية لتنتخب رئيس مجلس اوكي، النواب بس ما حدا الا رشح حدا ضد الرئيس بري، ما هو والكل ما سلم مين بهذا عم الموضوع لك سواء اللي انتخبوه ما او عم لا. نقول لك ما عم نقول لك انه سابقا مش لوح بعقاب صقر، انه كان نائب بعقاب صقر، اعتبروها البعض مزحه وزكزكه. هلا البعض احيانا كثير بيجوا بيلوحوا لك انه جميل السيد، اللواء الركن جميل السيد،
يعني اللواء الركن جميل السيد ليس بي يعني بهذه يعني له من الوزن السياسي ما أكبر بكثير من أن يطرح اسمه بهذه الطريقة هيك وهيك. نعم. مثل كأنه عملية استفزاز. لا هو بهذا المجلس لا هو بهذا الوارد لا هو بهذا الوارد ولا الآخرين يعني ممكن أن يستعملوا اللواء جميل السيد للوصول إلى مآربهم يعني بهذا المعنى. لا أنا بعتقد الجو عند الشيعة ضابط معهم أكثر من غيرهم. يا أخي عال بركي بيتعلموا الآخرين يمشي الحال بصرف النظر الآن عن النقد السلبي والإيجابي بالموضوع، بس أنا عم بحكي بمعنى اليد المجموعة أو اليد المتوحدة. طب عال منيح إذا الموارنة بيعملوا هيك، شو المشكلة؟ لك شو المشكلة؟ بالعكس منيح، رغم أنه عم بقول لك هون في مصادرة للديمقراطية، بس هذا حلو يعني إلى حد ما بيخرجنا من الانقسامات السياسية. بس كلنا بنعرف أنه عند المسيحيين لا، أنه هذا الشيء مش كثير بيصير عمليا، مش قادرين يصير هالشيء على مش لأنه هني شوف مش لأنه يعني حتى ما نعمل تمييز عنصر، لا عم أقول المساحة التي يتنافسون عليها أكبر. بالضبط، أولا المساحة بعدد النواب يعني، أولا المساحة أكبر، وثانيا انه المسألة مش لانه هن رغبتهم يعني الدائمة بالديمقراطية والحركية يعني الواسعة بالديمقراطية، لا نتيجة الصراعات والحساسيات يعني، فهذه كمان ايضا. بس هاي يعني حيلا عائلة استاذ فيصل وانت ادرى يعني حيلا عائلة من العيال المسيحية بتطلع بتلاقي يعني تلت بميلوا للتيار الوطني الحر، تلت للقوات، والتلت الباقي موزع على كل الاخرين. شوف وبالتالي كيف بدك تتجاوز التلتين؟ شوف الغيرة مش بس تلتين، حتى في جزء من الآخرين مش معها. شوف الغيرة أوقات يعني صحيح هي بالعموم الغيرة مش حلوة، يعني واحد بيقول واحد غيار كذا، ما في غيرة حلوة إلا غيرة الرجل على المرأة يعني. نعم. فيها شيء من الناموس والشرف، أما في بعض الأحيان بالحياة في غيرة حميدة بسموها. فإذا كانت هذه المسألة الآن ما يمثله النموذج الشيعي من هذا الاتفاق والتلاحم بصرف النظر عن كثير من المشكلات اللي ممكن نحكي فيها، وانه غلطوا حزب الله وغلطوا حركة امل، وما في حدا ما بيغلط يعني، بس انه هذا النوع من نماذج الاتفاق بيناتهم فليكن غيري حميدة عند الاخرين يا اخي ولو لمرة واحدة، نحن بحاجة لهذه الغيري الحميدة. طيب لا عند السنة عم تزبط، لا عند الموارنة عم تزبط، لا عند مش ضابط غير عند الشيعة هي الوحدة. هاي النوع من الوحدة مش ضابط إلا عند الطائفة الشيعية. عند الشيعة لا بلي. حتى عشان عند الطائفة الدرزية مش كتير ضابط. ما عمل لك عشان هيك شوي محسودين والسهام عليهم قوي. طيب شو بنسيهم؟ بنقول لهم اتخانقوا يعني؟ لا، نحن ندعو الناس إلى التفاهم، وندعو الشيعة إلى التفاهم مع الموارنة، والموارنة مع السنة، والسنة مع الدروز، لنخلص من هيدي اللعبة الكبيرة اللي إلها علاقة برسم المسارات الوطنية الكبيرة. هلا بتقلي هلا بتمشي بعد شوي بتمشي، لابد لنا من التفكير استاذ جاد بهذا الإطار. هلا قبل ما اجي لعندك انا كنت بمنطقة الديشونية عم سجل حلقة تلفزيونية. يا اخي انت 10 دقائق طلعت من بيروت رحت على مطرح اخر تماما، كأنك قاعد بضيع بعيدة 10 دقائق عن بيروت، كل الجمال فيها والوادي الصحيق والتل العالي والشجر والعصافير ومش عارف شو، وطلع لك واحد شيعي وواحد درزي وواحد سني وواحد مسيحي كله بنفس الفريق الكرول اللي عم يشتغل بالتسجيل. ما هذا طيب هذا طيب هذا كيف بدك تشيل جماليته اذا ضلينا بهذا الخطاب لهالقد في شراسه السني والشيعي والدرزي والى اخره هي اللي بالكرو ما بيقدروا ينتجوا حلقه اذا كان مثلا الشيعي او الدرزي او السني جايين هن فارضين المسؤول عن الكرو. لا وانا انبسطت امورهم هن وياه وكبين المعطر هذاك برا. لا وانا انبسطت او العكس، انا انبسطت الى درجه ويعني وانا وطالع التقيت بشار الايوب فايت كمان بده يسجل حلقه استاذ شار. نعم. ف يعني انبسطت الى درجه يعني انه الحديث والنقاش وكذا، وانه ايه لا بتحكي باريحيه وكذا، نوع بيقول لك شو بدك تضلك تتجعجع، شو اكلوك التيار صرت مع التيار، يعني فهمت كيف؟ انه لعبه هيدي التناغم السياسي الجميل حلو كثير واحد يقول لك هيك، بس يشيل الحقد يشيل الضغائن. يا اخي نحن بس بدنا نفرغ هذا المخزون من الحقد والضغائن، نخليه مخزون من الحب ومن الود في التعامل، حتى لو اختلفنا بالسياسه نشيل الكلمات النابيه، نشيل المسبات والشتائم، نشيل هذا الكلاش، منلاقي الناس كلها ممكن مرنه، حتى السياسي يا اخي، شو السياسي مش بشر؟ ما انت لما بتشتم سياسي
كمان بتستفزه بتخليه يشتمك، وهذا النوع من السجالات اذا ضل بيعمل لك كتير من المعارك اللي بتشد عصب الناس على الفاضي.